أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. نكمل في هذه الليلة حديثنا حول توقيفية الشعائر الحسينية. بالأمس كان حديثنا عن المصطلح الأول، مصطلح الشعائر، وهناك بينت أن ربط هذا المصطلح باسم الإمام الحسين عليه السلام من الناحية اللغوية، من الناحية الدلالية، لا مانع منه، بحيث نقول الشعائر الحسينية. وبينت معنى الشعائر، ما هي دلائل التي تتضمنها هذه الكلمة. في هذه الليلة ننتقل إلى القسم الآخر من البحث، وهو توقيفية الشعائر الحسينية. أولاً نتوقف عند مصطلح التوقيفية. ما المراد من التوقيفية؟ المراد من التوقيفية أن لا يتم استحداث شيء جديد في هذا المجال، يعني أن نلتزم بما ورد فيه نص من الكتاب أو من السنة فقط. الآن أنا ما أتكلم عن الشعائر الحسينية، انتبه، أنا فقط أشرح معنى التوقيفية. ماذا يريدون بالتوقيفية؟ أن نتوقف عندما ورد فيه النص، نلتزم بهذا ولا نضيف على ذلك شيئا. مثلا بالنسبة إلى الصلاة، لا يجوز لي أن أستحدث صلاة جديدة لم يرد فيها نص. أقول مثلا في يوم الرابع من المحرم صلوا بالطريقة الفلانية، ركعتين، تقرأ في الركعة الأولى الحمد وكذا، في الركعة الثانية الحمد وكذا، ثم تقول كذا في الدعاء إلى آخره، وما في نص. أنا من عندي أألف شيء من هذا القبيل، صلاة بهذه الطريقة، هذا ما يجوز. لماذا؟ لأن الصلاة توقيفية، لأن العبادة توقيفية. كذلك لا يجوز لي أن أخترع طريقة جديدة للصلاة، أقول للناس إذا بتصلون أوقفوا على ريل واحدة وحطوا إيدينكم فوق مثلا مثل ما تشوفون بالصورة واستقبلوا الشمس، هذا أيضا ما يجوز لي، هذا أيضا يكون ابتداع لطريقة اللي أنا سميتها صلاة، وفي الواقع هذا شيء إضافي ما له علاقة بالدين. يجب أن نتوقف عندما جاء في النص. كذلك لا يجوز لي أن أستحدث طريقة جديدة للعبادة، ليست صلاة لكن عبادة، أسميها عبادة التصفير، فأقول كل يوم الساعة 9 الصبح كل المؤمنين يوقفون ويصفرون 5 دقائق مثلا قربة إلى الله تعالى، هم أيضا هذا ما يجوز، وأقول هذه عبادة، ما يجوز، لأن العبادة توقيفية. ولذا الله سبحانه وتعالى ذم النصارى ولامهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فالابتداع إما أن يكون من حيث المبدأ، يعني شيء أصلا ما له وجود ويخترع مثل عبادة التصفير مثلا، وإما أن يكون الأمر قد شرع ولكن أنا من عندي أضيف عليه إضافات لم يرد فيها نص، وأقول هذا جزء من طريقة العبادة هذه، مثل اللي سووه النصارى. النصارى أضافوا على حالة من الزهد والابتعاد عن الدنيا التي شرعت لهم وحولوها إلى رهبانية بصورة لم يطلبها الله عز وجل، ونسبوا هذا إلى
شريعتهم وإلى طريقتهم في التعبد. واضح أن الآية في مقام ماذا؟ في مقام الذم. كذلك الأحاديث تعرضت إلى موضوع البدعة من عدة زوايا. مثلا عندنا مجموعة روايات تذم البدعة، أكو حديث مشهور في كتب المسلمين سنة وشيعة، وهذا الحديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الحديث أيضا بنفس النص أو قريب منه مروي عن بعض أئمة أهل البيت عليهم السلام، بما يؤكد أصل الفكرة، وهذا مرتبط بتوقيفية العبادة، توقيفية ما له علاقة بالدين. أيضا الأحاديث تحدثت عن قطيعة أهل البدع كنوع من أنواع النهي عن المنكر، قاطعوهم، حاول أنك أنت يعني توصل له رسالة أن هذا اللي أنت قاعد تسوي شيء غلط، حتى تحاول أن توصل رسالة للناس ترى هذا الإنسان عنده انحراف، يدخل شيء ليس في الدين، كما في الحديث الصحيح المسند إلى عمر بن يزيد. من هو هذا عمر بن يزيد؟ نتعرف عليه. عمر ابن محمد بن يزيد أبو الأسود، بياع السابري، القماش اللي يكون خفيف ونسيجه متقن، كان نوع من القماش يسمونه سابري، كان يبيع هذا القماش فسمي بياع السابري. مولى ثقيف، ثقيف اللي هم كانوا سكنة الطائف في الأساس، كوفي، ثقة جليل، أحد من كان يفد في كل سنة، كان حريص كل سنة يسافر من الكوفة يأتي إلى المدينة المنورة، يجلس بين يدي جعفر الصادق عليه السلام أو موسى الكاظم عليه السلام، ويأخذ عنهما ويحفظ الحديث ويدون الحديث وينقل الأسئلة ويأتي بالإجابات. أخذ الفقه والحديث عن الإمامين الصادق والكاظم وروى عنهما، ووقع في إسناد تقريباً 250 أو 245 رواية، لأن اسمه مشتبه مع شخص آخر، وكانت له منزلة شريفة عند الإمام الصادق عليه السلام، فقد روي أن الإمام قال له: يا ابن يزيد، أنت والله منا أهل البيت، قال: جعلت فداك من آل محمد. قال: أي والله من أنفسهم يا عمر، أما تقرأ في كتاب الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه والله ولي المؤمنين؟ فإذا في هذا دلالة على أنك أنت منه. طيب، ما هي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: لا تصحبوا أهل البدع ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم. هذا بعد آخر، مو بس قضية نهي عن منكر، مو بس رسالة للناس، وإنما أنت أيضا تحفظ نفسك من أن تتهم بأنك من أتباع هذه البدعة. أسلوب آخر، ولكن هذا الأسلوب سأطرحه ثم أعلق عليه، يعني لا تستعجل بالحكم على ما سأقول. هذه رواية صحيحة السند عن داود بن سرحان، نتعرف على هذا الراوي داود بن سرحان العطار، كوفي ثقة، كان محدثا، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن الإمام الكاظم عليهما السلام، ووقع في إسناد 103 موارد من الروايات عن أئمة أهل البيت. شو تقول الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب، أو أهل الريب، أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، تبروا منهم، قلوا: إحنا مو منكم، إحنا مو من هالجماعة. هذا واحد. وأكثروا من سبهم بعد، والقول فيهم، والقول فيهم يعني تكلموا عليهم، والوقيعة، وباهتوهم، باهتوهم يعني بهتان، بهتان ما معنى أن تكذب عليهم، يعني تفتري عليهم، يب عنهم سوالف حتى لو هم مو قايلينها، أنت قول هم يقولون كذي، هم يقولون كذا، حتى تشوه صورتهم. وباهتوهم كي لا يطمعوا في الإفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس
ولا يتعلموا من بدعهم. إذا سويت هذا ماذا تحصلون؟ يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم الدرجات في الآخرة. حقيقة هذا الحديث غريب، يعني كثرة السب والبهتان، يعني نفتري على الناس بما لم يقولوه بتبرير أن نشوه صورتهم حتى الناس يحذرونهم. إذن في كذب، في سلوك غير معتاد في توصيات الإسلام، أخلاقيات الإسلام، تشريعات الإسلام، في نصوص القرآن الكريم، في تعارض واضح بين هذه الرواية صحيحة السند. اتذكروا المحاضرة الأولى لما كنت أتحدث أقول مرجعية القرآن الكريم هنا نموذج. القرآن الكريم ما يعلمنا على هذا الأسلوب، ولذا نحن نقول عندما يتعارض مثل هذا الحديث وإن صح سنده مع نص قرآني أو ظاهر قرآني مع مبادئ وقيم واضحة متسالم عليها، لا يمكن أن نقبل مضمون هذه الرواية، عليها علامة استفهام. يقول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم، لما تبغضون ناس لماذا تبغضونهم؟ أن صدوكم عن المسجد الحرام، بعد مو مسلمين أو مؤمنين مبتدعين وإنما من هذا النوع من البشر. ولا يجرمنكم هذا أن تعتدوا، ما يجوز لكم، ما يجوز لكم أن تعتدون عليهم. ونوع من العدوان أنك تسب، ونوع من العدوان أنك تفتري عليه، أنك تبهته. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، شهادتكم، كلامكم، مواقفكم ميزانها ماذا؟ القسط، العدالة. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم لاحظ الرواية مروية عن الإمام الصادق، كيف كان سلوك الإمام الصادق عليه السلام؟ هل يتوافق؟ علما أنه عاش في زمن كثرت فيه البدع وأهل البدع. كيف كان سلوك الإمام الصادق؟ كان هو أولى الناس بأن يطبق ما رواه بحسب المدعى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فنجد منه كثرة السب والوقيعة والبهتان في مثل هؤلاء الناس. يقول إمام المالكية مالك بن أنس: ما رأت عيني أفضل من جعفر بن محمد فضلا وعلما وورعا، وكان لا يخلو من إحدى ثلاث خصال: إما صائما، وإما قائما، وإما ذاكرا، وكان من عظماء البلاد في المدينة وأكابر الزهاد الذين يخشون ربهم، وكان كثير الحديث، طيب المجالسة، كثير الفوائد. فإذا قال قال رسول الله اخضر مرة واصفر أخرى حتى لا ينكره من لا يعرفه. يتغير وجه الإمام بحيث أن مو هذه ملامح الإمام، كأن الإمام سلام الله عليه يخاف أن ينقل شيء مثلا قد ما يكون متقن، وهو الإمام لا شك يذكر ماذا بالدقة عن رسول الله، أو لربما يتذكر عظم هذا الموقف أن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أو حجم المسؤولية في كلام رسول الله. ويقال الإمام الصادق والعلم أو العلم الناطق بالمكرمات سابق، وباب السيئات راتق، وباب الحسنات فاتق. لم يكن غيابا، ما يغتاب، ولا سبابا، ولا صخابا، ولا طماعا، ولا خداعا، ولا نماما، ولا ذماما، ولا أكولا، ولا عجولا، ولا ملولا، ولا مكثارا، ولا ثرثارا، ولا مهذارا، ولا طعانا، ولا لعانا، ولا همازا، ولا لمازا، ولا كنازا. هذه صفة جعفر الصادق عليه السلام، هو أولى الناس. ثم علي عليه السلام في معركة صفين أيضا، الكلمة الخالدة المعروفة المشهورة، عندما سمع بعض أصحابه ويقال أن الذين سبوا منهم أو هم
حجر بن عدي وعمر بن الحمق، صاروا يشتمون الطرف الآخر في المعركة. إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. لما قال لهم لا ماذا تفعلون؟ قالوا نسب كذا. فالإمام قال لهم، نهاهم، قالوا ألسنا على الحق؟ قال لهم بلى، لكن إني أكره لكم أن تكونوا سبابين. الآن ماذا نقول؟ ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر، وقلتم مكان سبكم إياهم اللهم احقن دماءنا ودماءهم وأصلح ذات بيننا وبينهم واهدهم من ضلالتهم حتى يعرف الحق من جهله ويرعوي عن الغي والعدوان من لهج به. غي وعدوان وجيش مقاتل ومحارب، وكانوا يشتمون عليا وكانوا يرفعون السيف في وجه علي. مع هذا أمير المؤمنين يقول ادعوا لهم، ما قال سبوا، ونهاهم عن السب، وقال هذا مو السلوك اللي نحبه، مو هذا السلوك المفضل. صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام، إن رجلا من بني تميم أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال أوصني، فكان فيما أوصاه أن قال لا تسبوا الناس فتكتسبوا العداوة بينهم، وهذا مطلق، لا تسبوا الناس. فبالتالي هذا ليس بمنهج الإسلام. ومن المؤسف أن البعض تمسك بهذه الرواية وتمسك بها بقوة باعتبار أنها صحيحة السند يعني، وصار يمارس هذا الدور عملياً، فيشتم ويهين ويصف بأبشع الصفات ويأتي بأعنف صور الهجاء والكلمات السيئة والقبيحة، بل أحياناً حتى تعقد جلسات للعن وما أشبه ذلك، باعتبار أن الطرف الآخر أو الشخص الآخر من أهل البدع بين قوسين، يعني يختلف هو معه، ولا تجد أدنى رادع من تقوى أو أخلاق. أولاً، من وضعك أنت حكماً في أن هذا صاحب بدعة وأنت على الحق ولست صاحب بدعة؟ من يقول؟ في احتمال أن أنت غلطان وهو على حق، هذا واحد. من وضعك حكماً كي تقول الرواية تنطبق عليه في موقفي تجاه الآخر؟ هذا واحد. الشيء الثاني، هذا تجويز الكذب والافتراء والتدليس وعقد جلسات اللعن والسب والإهانة وغير ذلك، تتعارض بشكل واضح مع تعاليم القرآن ومع مبادئ الأخلاق، وبالتالي تخلق في المجتمع فتن وتمزق الصف. الآن واحد يقول طيب من أين جاءت مثل هذه الرواية؟ نعم، كان هناك ناس متخصصون في وضع الروايات بأساليب ماكرة على لسان أهل بيت النبوة، وهدفهم الطعن في أهل بيت النبوة وتسقيط أهل بيت النبوة وتسقيط مدرسة أهل بيت النبوة. الرواية التالية عن ابن أبي محمود معتبرة السند، قلت للرضا يا ابن رسول الله إن عندنا أخباراً في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وفضلكم أهل البيت، وهي من رواية مخالفيكم. هنا المقصود من المخالفين ليس المقصود يعني من أتباع مذهب آخر، وإنما من الذين كانوا يعادون أهل البيت، من الذين كانوا يترصدون بأهل البيت ويسيئون إليهم. مع هذا نجد عندهم مثل هذه الروايات، ولكن ولا نعرف مثلها عندكم، أفندين بها؟ نأخذ من هذه؟ فقال يا ابن أبي محمود، هني نبه الإمام، إن مخالفينا يعني هذا النوع من الناس وضعوا أخباراً في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام، أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. تصريح يجيب اسم الشخص وبعدين يقول هذا فعلته وتركته، وأحياناً في لعن وأحياناً في شتيم. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا، وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا، وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا، يعني يدفعون الناس دفع نحو
شتيمتنا وإهانتنا ولعنا. وقد قال الله عز وجل يعطي القاعدة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. على كل حال، الآن النقطة الأولى فهمنا ما هي التوقيفية، وعرفنا بأن العبادة العبادات توقيفية. الآن نتكلم عن توقيفية الشعائر. هل الشعائر في الإسلام بعبارة أخرى شعائر الله اللي تكلمنا عنها البارحة، هل شعائر الإسلام توقيفية؟ وأي استحداث بالتالي لشعيرة من الشعائر مما لم يأتي فيها نص باسمها، هل هو نوع من الابتداع فنقع في المحظور أم لا؟ أي هل يجب أن نلتزم بما ورد فيه النص فقط في القرآن وعن النبي صلى الله عليه وآله وأمة أهل البيت عليهم السلام من شعائر؟ وأنا ما أتكلم عن شعائر الحسينية، الشعائر، شعائر الله، شعائر الإسلام. الإجابة نعم، يجب الالتزام بما ورد، هكذا يقول الفقهاء، يجب الالتزام بما ورد فيه النص فقط. تبحث في القرآن، تبحث في أحاديث النبي، أحاديث الأئمة، وما تجده هناك تقول هذه شعائر نقبل بها. أما ما لم يأتي في النص فحين ذاك ما تستطيع أن تقول أن من الشعائر. بأي دليل؟ أولاً إذا تتذكرون البارحة قلنا لما نقول شعائر الله من الذي حددها؟ الله حددها. مدام الله سبحانه وتعالى هو الذي حددها وجعلها شعيرة، إذن يجب أن نلتزم أن لا نضيف من جيبنا شيئاً ونقول شعائر الله، لأن هذا من عندنا صار. وما كان كذلك احتاج إلى دليل لكي ننسبه إلى الله. ثم لاحظ التعبير الوارد في الآية: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، ما قال جعلت لكم، الله يقول جعلناها لكم، فهو جعل إلهي المحدد المعين هو الله سبحانه وتعالى. اثنين، الله سبحانه وتعالى بيّن لنا رموز معينة في القرآن كنماذج للشعائر. البدن لما ننحر الهدي هذا من الشعائر، الصفا والمروة من الشعائر، وكلها توقيفية. ليش؟ لأن ليس من حقنا أن نغير فيها. مثلا أقول هالسنة السعي مو بين الصفا والمروة، بين جبل كدي وجبل مثلا أبي قبيس، أغير السعي؟ ما يصير، إن الصفا والمروة من شعائر الله، مو بكيف نحن نغير. أو على سبيل المثال أقول هالسنة أبي أضيف في الحج شعيرة، ما هي؟ الطواف حول جبل الرحمة في عرفات، إضافي، شيء إضافي، ما يصير، هذه توقيفية فما يجوز الإضافة. ثلاثة، إذا لم نتوقف عند حد ما نص عليه سينفتح الباب واسعاً في كل زمن ومن قبل أي أحد أن يضيف ما يشاء من أعمال من ممارسات قد تتعارض في بعض الأحيان، وليس دائما، أحيانا قد تتعارض بشكل واضح صارخ مع بعض ثوابت الشريعة وغاية التشريع والقيم الإسلامية والأخلاق، وتنسب بعد ذلك إلى الله فيقال من شعائر الله. يعني مثلا ممكن الواحد يسوي له رقصة بطريقة معينة ويقول هذه من شعائر الله، أو يهتز مثلا بطريقة معينة مع ذكر معين ويصير من شعائر الله، أو إنه يمارس بعض الأمور من قبيل مثلا إدخال السيخ في الجسد على سبيل المثال، أو بعض الخناجر، أو تلاعب بالعقارب والحياة، ونقول هذه شعائر إسلامية أو شعائر دينية. هذا قابل، البشر هكذا، هم هكذا، وهذا نشاهده يعني موجود ومعروف. السؤال المهم اللي يخصنا احنا، هذا الكلام كله اللي قلناه هل سينسحب على قضية الشعائر الحسينية ام لا ينسحب عليها؟ واذا انسحب عليها راح نكون احنا في ورطة، راح نكون احنا في مأزق عندما نتعامل مع الكثير مما استحدث وما زال يستحدث.
من ممارسات معينة، طرق معينة للتعبير عن الارتباط بواقعة الطف، ويقع تحت عنوان الشعائر الحسينية، لكن عندما نبحث في القرآن لا نجد لها أصلاً، عندما نبحث في الأحاديث لا نجد لها أصلاً. فإذا قلنا بتوقيفية الشعائر فهل نقول بتوقيفية الشعائر الحسينية أيضاً أم لا؟ طبعاً أنا هنا لا أتحدث عن خصوص ما فيه جدل، يعني من قبيل التطبير مثلاً، تدرون في جدل كبير على قضية التطبير، أو الضرب بالسلاسل وإدماء الظهور مثلاً، أو جرح الأطفال مثلاً في يوم العاشر، أو مثلاً اللطميات العنيفة التي تدمي وتسود من خلالها الأجساد، هذه فيها لغط مثلاً، أو أعمال الشبيه مثلاً القديمة اللي كانوا يحرقون الخيم وفيها ناس ويضربون الخيول وتهجم على الناس، هذا فيها جدل فقهي وبين الناس. لا، أنا ما أتكلم عن هذا النموذج على وجه الخصوص، حتى قضية اللطمية العادية، حتى قضية الرواديد، حتى قضية المواكب، هذه ما لها وجود في نصوص القرآن وأحاديث أهل البيت. إذا قلنا بتوقيفية الشعائر الحسينية معناه يجب أن نلغي كل هذا ونمنع كل هذا، فما هو الحل؟ المخرج الأول، قال بعض الفقهاء والباحثين لابد أن نفرق بين ما هو شعيرة وبين وسيلة أو وسائل تحقيق الشعيرة وإحياء الشعيرة. إحنا عندنا خلط بين أمرين، الشعيرة ووسيلة تحقيقها، الشعيرة توقيفية أما الوسائل نوع فيها وجدد وابتكر وأبدع فيها كما تشاء. فرق بين الأثنين. تعظيم النبي صلى الله عليه وآله، صلى على النبي وآله، تعظيم النبي شعيرة إسلامية، واضح؟ ولكن كيف نعظم رسول الله؟ في وسائل. يأتي بعض الناس ويعظمون النبي صلى الله عليه وآله من خلال إقامة احتفال في ذكرى مولده المبارك، ما في مانع. ليش؟ نقول ما في نص، لا النبي قال سووا احتفال في ذكرى مولدي ولا إمام من الأئمة سوى هذا الشيء. مع هذا نقول ما في بأس. تقول شو ما في بأس؟ الشعائر توقيفية. نقول إيه نعم، تعظيم النبي توقيفي، لكن الأدوات والوسائل ماذا؟ تتنوع وتتحدث، تتغير وتتوسع وتتضيق من زمن إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، ما في مانع من هذا. ومن هنا أباح كثير من الفقهاء المسلمين إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، مع أن ما عندنا نصوص بهذا الخصوص، وهجرة المباركة أيضا ما عندنا شيء من هذا القبيل، ذكرى الإسراء أيضا ما عندنا روايات أحيوا ذكرى الإسراء، ذكرى المبعث عندنا صلاة وكذا بس ما نسوي احتفال. وبالتالي لما يجي واحد ويتكلم ويبون أشعار ومدائح ويحتفلون بطرق مثلا معقولة ما تتعارض مع الدين، ما تتعارض مع الأخلاق، شنو المشكلة في هذا؟ ما في مشكلة. لماذا؟ لأن الشعيرة توقيفية والأدوات ماذا؟ مفتوحة. هذا التخريج الأول. الشهيد الأول نتعرف عليه من علمائنا الكبار، شمس الدين محمد بن جمال الدين مكي العاملي، متوفي 786، أحد أبرز فقهاء الإمامية، ممن ترك آثاراً واضحة على الفقه الشيعي تجديداً وتطويراً وتنقيحاً، له العديد من التصانيف القيمة التي ما زالت حتى يومنا هذا من الكتب التي يرجع إليها في الحوزات العلمية في دراسة الفقه والعلوم الشرعية. جيد، ماذا قال الشهيد الأول؟ يجوز تعظيم المؤمن، تعظيم المؤمن عنوان مرغوب فيه إسلاميا، لكن كيف نعظمه؟ يقول يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به عادة الزمان، يعني في زمن شيء في زمن آخر شيء آخر، تستحدث طرق جديدة، وإن لم يكن منقولا، يعني لا نبحث عن نصوص فقط، تقدر أنت تسوي لك طريقة جديدة في تعظيم المؤمن مدام ما تتعارض مع أصل من أصول الإسلام.
وإن لم يكن منقولا عن السلف لدلالة العمومات عليه، يعني العنوان بحد ذاته هذا عام، ثم المصادق أنت سوي اللي تبي تسوي. ذلك قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، هذا عام. وقال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، بالتالي تقدر أنت تسوي. مثلا ما كان في فيسبوك اليوم، تعظم أحد المؤمنين من خلال بوست ترسله بالفيسبوك، أو تسوي رتويت عن إنسان مؤمن مثلا يمدح في موقف فلاني، تسوي رتويت، هذا الرتويت ما كان موجود قبل، فنوع من التعظيم ينطبق أم لا ينطبق؟ هذه وسيلة، أداة، ابتدع أنت في هذا المجال، أبدع عفوا في هذا المجال ما شئت، مدام ما في تصادم مع شيء من الإسلام، من أصول الإسلام. وعلى هذا نبي نطبق هذا الآن على الشعائر الحسينية، وعلى هذا إقامة المواكب الحسينية، ترديد الأشعار، اللطم الهادئ، حمل الرموز، هي وسائل لتنفيذ الشعائر الحسينية وتحقيق الشعائر الحسينية. هي ليست في حد ذاتها شعائر حسينية حتى نقول توقيفية، حتى واحد يقول لنا وين النصوص اللي تقول سووه كذا وكذا، لا، أنت العنوان مطلوب أن تحيي ذكرى الحسين، والآن الأدوات كيفك بعد. وين الخطأ؟ خطأ من عندنا احنا، خلطنا بين الأمرين. لكن أنا رأيي أن هذا المخرج عليه إشكالية. ما هي هذه الإشكالية؟ أن هذا في الواقع التفاف بطريقة غير علمية على الأصل الإشكال. لاحظ أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه. أي إنزين، الشعيرة هي شنو؟ الصفا والمروة. وشنو وسيلة الشعيرة هذه؟ أي الطوفة بهما. أنا هم أي زمن وش أقول؟ أنا ما أبي أطوف بهما مشيا، أبي أزحف على بطني، من الصفا أزحف على بطني أوصل المروة، أطق لفة وأرجع مرة ثانية سبع أشواط. إذا الوسائل على كيفي أنا، إذا أقدر أضع ما أشاء. شنو المانع شرعا أني أزحف على بطني؟ أكو شيء يمنعني من هذا؟ ماكو شيء يمنعني من هذا. أو على سبيل المثال ما أزحف وإنما أقفز، أنط من أول الصفا، أظل ناط أنط 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 لما أوصل المروة. وهذه وسيلة جديدة. فبالتالي يبدو لي، يعني رأيي الشخصي، أن هذا المخرج غير متقن. في مخرج آخر أنا أفضله حقيقة، وهو القول بأن مصطلح الشعائر بخصوص ما نقوم به من صور إحياء ذكرى الحسين وواقعة الطف، استخدام على وجه المسامحة، استعمال المصطلح، ما قعد نستعمله بالمعنى الديني الإسلامي، نستعمله بالمعنى اللغوي. تذكرون البارحة يوم قلت لكم شعائر الله مضاف مضاف إليه، الشعائر الحسينية صفة وموصوف، وقلت لكم هذا يؤدي إلى ماذا؟ إن أول بند نلغيه، وهو أن الشعائر الحسينية ليست موضوعة من قبل الحسين، أما شعائر الله موضوعة من قبل من؟ فلا حد يشكل علينا أن الحسين ما قال سووا كذا وكذا، صح ولا لا؟ هذا ذكرناه البارحة. هنا أيضا أقول أن الشعائر، عندما نقول هذه الممارسات، هذه الصور التي نأتي بها، مواكب، مجلس عزاء، زيارة، غيره. الآن الزيارة فيها نص، لكن أمور أخرى اللي نأتي فيها، المواكب، ترديد الأشعار، الرداديات، هذه كلها مسامحة نسميها شعائر. هي ليست من قبيل شعيرة الحج. شعيرة الحج بالمعنى الديني شعيرة، الشعائر الحسينية بالمعنى اللغوي شعيرة. حتى أوضح لك هذا أكثر، الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة يقول للنبي صلى الله عليه وآله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. لما الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلي عليهم، يعني افرش سجادتك وروح توضأ واستقبل القبلة وقول الله أكبر وبسم الله الرحمن الرحيم، هذا المقصود؟ استعماله هني بالمعنى ماذا؟
بالمعنى اللغوي، يعني يدعو لهم حتى يرتاح نفسيا، لأن أخذ قطعة من جسمه هذه الفلوس كأن جزء منه أنت شالعة منه شل، صلي عليهم. فلما يقول له صلي عليهم بأي معنى؟ بالمعنى اللغوي. هنا الشعائر أيضا، شعائر الحسينية بالمعنى اللغوي، فما تدخل أصلا في قضية التوقيفية وعدم التوقيفية. التي تدخل في بحث التوقيفية هي الشعائر اللي هي من عند الله، الشعائر الإلهية. أما الشعائر الحسينية فهو نوع من ماذا؟ هو نوع من التعبير الإنساني، من التعبير الفطري، من التعبير عن محبتنا لأهل البيت وولائنا لأهل البيت، من محبتنا وولائنا للحسين وأنصار الحسين، من تفاعلنا التاريخي مع ما جرى في يوم الطف. نعبر عن ذلك بما شئنا من صور التعبير، وفي كل زمان وفي كل مكان قد يتغير هذا ويزيد عليه شيء وينقص منه شيء، تضاف عليه إضافات، يصير في إبداع، يصير في تجديد، ما في مانع من هذا، لأن القضية أصلاً ما لها علاقة بشعيرة مثل شعيرة الحج. اللي أربكنا في المسألة هو ماذا؟ إن إحنا تصورنا عندما نقول الشعائر الحسينية يعني نتكلم عن الشعائر بالمصطلح الديني مثل شعيرة الحج، هذا اللي أربكنا. وإلا يجب أن نرجع إلى المعنى اللغوي، فهو نحو من الإعلام عن ارتباطنا بالحسين، ارتباط روحي، ارتباط رسالي، من خلاله نعبر عن تضامننا مع الحسين عليه السلام، وتمنينا أن نكون مع الحسين عليه السلام، ونصرتنا للحسين عليه السلام، وحبنا للحسين عليه السلام. وهذا التفاعل التلقائي ممكن يصير عن طريق تعبير بلوحة، يصير معرض، يصير مسلسل، يصير فيلم، يصير مشهد مسرحية، يصير موكب، يصير مجلس عزاء، يصير لطمية، يصير هذه، كل هذه الأمور ما في مانع منها، كلها أنواع من التعبير عن هذه القضية. بل ينبغي أن نشهد دائما حركة إبداعية في اتجاه إحياء ذكرى الحسين وذكرى واقعة الطف، بما يتناغم مع كل عصر وخصائص المجتمعات ومع تطور الإمكانات أيضا. اليوم يوم تسوي لك مقطع فيديو وتحطه، أنت ساهمت بنوع من المساهمة في الشعائر الحسينية بالمعنى الذي ذكرنا عنا. هذا قبل 5 سنين 10 سنين ما كان شيء من هذا القبيل. وهذا أيضا ينطبق على الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أو المبعث أو مواليد الأئمة أو وفيات الأئمة. ما هي قضايا ذات عنوان عبادي خاص حتى نقول توقيفية ولا مو توقيفية، هو ارتباط روحي، ارتباط ولائي، ارتباط إيماني بالنبي وأهل البيت، بالمناسبات، بالذكريات التاريخية. هذا الارتباط نعبر عنه باحتفال، نعبر عنه بشعر، نعبر عنه مثلا بمدائح وما شابه ذلك. لكن بالطبع لابد أن هذه التمظهرات، هذه الصور من التعبير لابد أن تنضبط، يعني ما نخليها فالتو، لابد أن تنضبط كي لا تتصادم مع عناوين شرعية، وهذا التصادم من الممكن يؤدي بها أحياناً تصل إلى درجة التحريم أو درجة تشويه صورة الممارسات أو الشعائر الحسينية. إن شاء الله نتكلم عن هذه الضوابط. البعض قال طيب إذا كلمة الشعائر هي محدثة مثل هذا الإرباك في الفهم ونلغيها وبدالها نحط شيء ثاني. أمس أكو ناس اقترحوا ماذا؟ طقوس حسينية، وقلنا هذا لا أبدا، كلمة طقس لها دلالة سيئة سلبية. طيب يقول نبحث عن مصطلح آخر، مثلا المراسم الحسينية، حتى نتخلص من قضية التوقيفية والإشكال الشرعي والناس يصير. هذا الكلام الذي أقوله في كتب ألفت عنه توقيفية الشعائر الحسينية، كتب وبحوث ومحاضرات ألقيت، وأنا ليلتين أتكلم فيه. فبدال ما أن إحنا ندخل في هذا الجدل، شيلوا المصطلح، حطوا مصطلح آخر، مدام أن المصطلح غير منصوص. يعني لو إمام قال لنا الشعائر الحسينية نلتزم فيه،
بس ما عندنا رواية قولوا شعائر الحسينية سموها الشعائر، هذا اسم مستحدث في عهد قريب، فالذي استحدثه لم يلتفت إلى أن راح يجرنا إلى مشكلة التوقيفية، فبدلوا إلى مصطلح آخر. البعض قد يقول هكذا، والبعض قد يقول لا أبدا، يعني الآن خلاص صارت القضية صعبة، صعبة جدا، يعني أصلا وصلت إلى حد القداسة، بحيث أنك أنت تبي تلمس مصطلح الشعائر الحسينية وتبدله كأنك أنت تتعرض لأمر مقدس، مع أن من وضع الناس. وبالتالي يقول الأخف من ذلك أن دائما نوعي الناس، نسمع الناس أن المقصود من الشعائر الحسينية استعمال على وجه المسامحة، على وجه التجوز، بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الاصطلاحي الشرعي، وأن هذا أخف وأهون عمليا. على العموم هذا مقترح، ذاك مقترح، الأمر فقط كما قلت البارحة أنا فقط أريد أن أفتح آفاق في هذا الموضوع للتفكير. الآن ما هي الضوابط؟ لأن احنا لا نريد أيضا القضية أن تنطلق، مدام يصير فيها إبداع من الممكن هذا الإبداع أيضا ينحرف أحيانا فتصير ممارسات غير مناسبة، خاصة أن الإنسان عنده عاطفة جياشة وأجواء محرم، وأجواء العاطفة واضحة، ومخيلة الإنسان أيضا ليس لها حدود. وبالتالي ما ممكن أن تكون هي، ما هي الضوابط التي يمكن أن نقترحها لتضبط عملية استحداث صور إحياء هذه الذكرى بين قوسين الشعائر الحسينية؟ واحد، عدم تعارضها مع أصل شرعي كالإضرار بالنفس. اثنين، عدم الإساءة إلى المناسبة وصاحبها، إذا كان يسيء يصير دعاية مضادة يكون هذا نقض الغرض. ألا تؤدي لتوهين الإسلام أو المذهب، نصير مسخرة والناس تضحك علينا والناس يعني تتهمنا بالمثلا صفات معينة سلبية. عدم التعارض مع الغاية من إقامة الشعائر، إقامة الشعائر الحسينية ما هي غايتها؟ رفع إحياء ذكرى الحسين عليه السلام، فإذا كان هذا بالعكس يؤدي إلى أن تكون هذه القضية شبه أسطورية مثلا أو تشويه سمعتها، فحين ذاك يجب أن نمتنع عن مثل هذا الأمر. من هنا لما ظهرت بعض الممارسات بحسب بعض الفقهاء أنها لا تتناسب مع هذه الضوابط، انبرى بعضهم وبدأ ينظر وبدأ يتحدث، بل بدأ حتى يفتي بحرمة بعض الممارسات أو بأن هذه الممارسات يجب الامتناع عنها، من قبيل التطيين مثلاً، المشي على النار مثلاً، ضرب الأطفال بالسكاكين أو مثلاً، يعني هذا أيضاً مشي على النار، وهذه قضية مو جديدة، يعني الآن فوق 150 سنة إحنا في معترك هذه القضية. مثلاً سيد محسن الأمين، العلامة سيد محسن الأمين، متوفي 1952، صنف رسالة تحت عنوان التنزيه، كان غرضها هذه الرسالة هي بيان ما هي الممارسات التي يمكن الإتيان بها وما هي الممارسات التي يجب الامتناع عنها. وسبق هذا الكتاب أنه كان قد أصدر حكماً يخص أعمال الشبيه. الشبيه نوع من التمثيل، التمثيل ما في مانع أنك أنت تذكر الناس بالحادثة، لكن كان يصير فيها بعض الأمور التي تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي أحياناً إلى كوارث، يعني يصير إحراق لخيم، ما في احتياطات، ما في كذا، فكان تحرق ناس أو تأذي ناس، أو يطلقون خيل مثلاً والخيل تهجم على الناس وتقتل لها الراكب أو تقتل لها بعض الناس الجماهير، أو إن أحياناً كانوا يكرهون اللي يركب ويمثل دور مثلاً عمر بن سعد أو كذا، ويظل طول حياته ما يبيعون له خبز ولا يزوجونه ولا كذا. فأعمال الشبيه أثارت نوع من هذه الإشكالية، فهو صدر حكم إن لا تسوون هذا، إن عمل الشبيه تواكبه أعمال محرمة، شوف تواكبه أعمال محرمة، ولا يكون إحياء وتقدير ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام بالقيام بمثل هذه الأعمال، فقد ثار، هذا اللي نقول لا يتعارض مع الغاية، فقد ثار لإحياء دين جده واستشهد لذلك. فإحنا لا نسوي شيء يكون عكس هذا،
وبالتالي سيد محسن الأمين كان عنده دور في دمشق، فاستطاع أن يؤثر مثلا هناك، فطول ما كان هو موجود على قيد الحياة منع مثلا أعمال الشبيه. في سنة 1926 في زمن متقارب مع ما قام به السيد محسن الأمين، أصدر السيد محمد مهدي القزويني، توفى 1940، فتوى حرم فيها أعمال الشبيه أو التشبيه، ونشر مقالة في صحيفة الأوقات العراقية هاجم فيها بعض الأعمال التي تقام باسم العزاء، ثم نشر مقالة حملت عنوان صولة الحق على جولة الباطل في موكب التعزية، هذا العنوان، مؤكداً فيها موقفه السابق. هذا الموقف من سيد محسن الأمين، موقف سيد القزويني، أثار ردود فعل، وردود الفعل هذه صدرت ضدهم مؤلفات، والسيد محسن الأمين راح كتب رسالة التنزيه وضمنها موارد عديدة، أضاف لها بس مو التشبيه وإنما أضاف أمور أخرى، وأيضاً ضمنها مجموعة من الأدلة والإثباتات التي يؤيد من خلالها أحكامه وفتاواه التي أصدرها. وبالتالي منذ ذلك اليوم إلى اليوم ونحن نعيش حالة من الأخذ والرد، وفتوى مقابل فتوى، معارضة مقابل معارضة، ورأي مقابل آخر فيما يخص ما يدخل تحت عنوان مراسيم العزاء أو بين قوسين الشعائر الحسينية، ما يمكن الاستمرار عليه وما ينبغي أن يزال من هذه العناوين. وسواء كنا مع تبديل مصطلح الشعائر الحسينية بمصطلح آخر يجنبنا إشكالية التوقيفية وتبعاتها، أم عارضنا ذلك، تبقى مسألة إحياء ذكرى عاشوراء والثورة الحسينية من المسؤوليات المهمة التي ينبغي لعلماء الدين والمفكرين المسلمين النظر فيها على الدوام، وإحاطتها بعناية، ودفع الشبهات عنها، وتخليصها مما قد يشوبها ويشوه صورتها ويبعدها عن غاياتها ويفرغها من محتواها ويسلب منها بركاتها. فإحياء هذه الذكرى أمانة قامت على دماء الشهداء وتضحيات أعداد لا تحصر من المتيمين في حب الحسين عليه السلام والمتعلقين بنهضته المباركة على مر التاريخ. وهذه المسؤولية لا تتحقق بالأمنيات ولا بالشعارات ولا بالاكتفاء بالحماسة العاطفية التي تجيش في مواسم الإحياء كل سنة، بل من خلال البحث والتحقيق ومتابعة الإشكالات والتعامل معها بجدية، وإنشاء المؤسسات وعمل الاستبانات ورصد الموازنات وغير ذلك من أساليب الدراسة العلمية والميدانية لظاهرة بحجم إحياء الذكرى السنوية لعاشوراء الحسين عليه السلام. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعاً، ورحمة الله وبركاته.